السلام عليكم، كيف الحال؟ الله يرضى عليكم. هاي الفكرة أخذتها من التيك توك، والله عجبتني كثير فحابة أعملكم إياها. هي عمل السحلب الباودر يعني في البيت. هلأ بنحتاج كوباية من الرز الناعم المطحون، وكوباية من السكر البودرة، كوباية من حليب، أنا حطيت نيدو، حليب نيدو أو أي حليب أنت بدك، وثلاث أرباع كوباية من النشا، وبنحط عليهم مسكة. أنا مسكة هياتها، هاي الحب المسكة الحب، شايفة؟ أنا طحنتها مع شوية سكر، بدي أخذ منها معلقة. وفي كمان وحدة ضايفة دريم ويب مع الخلطة بصير، ومعلقة من النشا، سوري، من الفانيلا. أوكي، هلأ بدنا ننخلهم كلهم هدول هون وأحطهم في مرتبان لحين الاستعمال. لما أنت شايفة عم بنخل كل إشي عشان ما بدنا اي كلاكيع في المادة. شايفة انا نخلتهم مزبوط كلياتهم، وحطيت الفانيلا والمستكة. هلأ بخلطهم وبحطهم في مرتبان. وبعدين هلأ لما بدك تيجي تستعمليهم، بتاخدي مثلا لتر من الحليب، بتحطي معلقتين من هذا الخليط معاهم، وبتعملي السحلب. شوفي ما اسكى، وبتعملي ان شاء الله اليوم بعملكم اياه. بس انا هلأ بدي ارجيكم الخلطة هاي، شايفة خلطي مزبوط مزبوط. صحتين وعافية. هلا شايفين انا حطيت 4 كوبايات حليب بارد. هلا بدي احط من هدول لكل كوباية معلقتين من خليط السحلب اللي عملناه امبارح وحطيناه في المرتبان. شايفة انا راح احط شوية جنجر معاه، انا بحب معاه هيك جنجر، بدي احطه على الحليب تبعي. اوكي، هلا بدي احط زي ما قلت لك كل كوباية معلقتين من خليط السحلب على البارد، وبعدين بنحطه على النار. هلا شوف الحليب هياته غلي، يعني بياخذ وقت في الغلي لانه على البارد احنا عملناه. شوفي الثكنس تاعته، بكفي هيك بتصور. هلا راح نصبه بالكاسات، يعني ريحته بتشهي مع المستكة. يا سلام، هلا بدنا نحط عليه قرفة وجوز وجوز. هلا بدنا شايفين نحط قرفة، وبدنا نحط جوز، إذا بتحبوا جوز هند، إذا بتحبوا جوز عادي، هي جوز عادي كمان. لو تشموا الريحة ما أحلاها. هاي هون كمان بدنا نحط كوكونات وجوز. صحتين وعافية. انا بدي اقول لك، وانا حطيت سحلب على الطنجره بالحليب، يعني حطيت معلقتين سكر كبار، وانت حسب الاسره كيف بتحب، كثير طلع زاكي.